ماشي خلاص. ماشي. ايه ده يا استاذ عبده؟ يلا يا جدعان كله عايز يشوف اكل عيشه فين. يلا ايه ده يا استاذ عبده؟ معقوله معقوله الحلاقه تعمل فيكوا كده؟ ده الموز غدار يا جدعان. اتفضل يا استاذ عبده، اتفضل اتفضل يا استاذ عبده، اسمع مني اسمع مني، انا عارف. اتفضل. انت قلت ايه؟ الموز غدار يا جدعان، الله يرحمه. اتفضل يا صايد، اتفضل. قلت لك ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده. ايه كل الناس عامله اضرابات؟ مطالب مئويه بقى. مطالب مئويه؟ اه اسمها مطالب فئويه يا جاهل. لا مئويه ليه بقى؟ عشان فات 100 يوم وما حصلش حاجه. لا اسمها مطالب فئويه. فئويه ليه بقى؟ عشان فات 9 أشهر وما حصلش حاجه برضه. اه صح صح صح. المهم هات الجرنان. خد الجرنان اهو. يا ده بينرفز الواحد على الصبح. قام السيد الرئيس محمد حسني مبارك بافتتاح الحديد والصلب. حسني بقى ده جورنال قديم يا عم. مصل الصحافه عامله اضراب. طب جايبين لنا الجرايد القديمه يا عم؟ هي هي بس انت غير الاسامي. اغير اسم الجورنال يعني؟ لا مش الاسامي دي. امال اسم ايه؟ الاسامي التانيه. الحديد والصلب؟ لا قصدك اغير اسامي ايه يعني؟ ماليش دعوه، قول انت بقى. الحديد بس؟ ايه؟ لا مفيش دعوه. يعني هو مكتوب قام السيد الرئيس محمد حسني اغير ايه؟ غير محمد. ده هو محمد برضو. قلتش حاجه انا؟ يا ان شاء الله نتقبض علينا في الليل ان شاء الله. هذه الجرايد كمان عامله اضراب. انا مش فاهم ايه حكايه الاضرابات دي يا معتصم. يا عبدو اهدى، الاضراب هو الحل. عشان تاخد حقك اليومين دول لازم تضرب على كل حاجه، كل حاجه. شايف الاضراب اللي انا فيه؟ يا لهوي يا خرابي الحقوني يا ناس. الله 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 الله. يا مديحة هتولدي ورجلك فوق رقبتك، حرام عليكي، الواد في بطنك بقى 14 شهر ضرب يعفن. يا أستاذة مديحة يعني ما يصحش كده يعني، يعني معقولة حضرتك مش عايزة تولدي؟ جوز حضرتك برضو أكيد كان في قصة حب بينك وبينه، وقابلتي في الجامعة وحبتي وتمسكتي بيه، ها؟ يعني لازم ده أكيد ده اللي حصل مش كده ولا إيه؟ يعني أكيد أنا عندي حق مش كده؟ بعد إذنك بعد كده. انت عندك حق فعلا. الواد لو طلع شبه ابوه هيترمي في الزباله يعني. معلش حضرتك يعني اكيد برضو الخلفه يعني بتكلف كتير، وشوف اكيد الاولاد بيحتاجوا بامبرز قد ايه. اكيد حضرتك طبعا، بس انت اكيد ما كنتش بتستعمل البامبرز طبعا، وبتستعمل الكوافيل. كانوا بيلفوا وشك بكفوله مثلا وما تتكلم يغيروا لك بقى. معلش معلش بس معذور يا استاذ، ما انت ما شفتنيش وانا نونة. يا الحمد لله انا ما شفتكش وانت نونة، الحمد لله. يا استاذه مديحه يعني ما يجراش حاجه، حضرتك الولد بقاله 14 شهر يعني، ده قرب يسنن، ما يصحش كده يعني. لا انا مضربه، انا مش هولد خالص. برافو عليك يا اختي مديحه، قولي ورايا، مش هنولد. هو يولد مش هنولد، هو يولد مش هنولد. احسن هو يولد. انا ما عنديش مانع ان اولد. انت بالكتير تبيض، تولد ايه؟ بص بقول لك ايه، مراتك دي شكلها شراني قوي، ها؟ انا لو منك اطلقها واخلص. يا استاذ ما انا بقالي اسبوعين عايز اطلقها. وايه اللي بيحصل؟ المعازين عاملين اضراب، البعوات عاملين اضراب، اضراب اضراب. اهدى اهدى، لا حول ولا قوة الا بالله. اهدى بس، اهدى اهدى اهدى. طيب ما دام مش هتعرف تطلع